السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من شارع محمد الخامس، وكما شفتوا معنا متابعينا الكرام، كانت اليوم واحد الزيارة ديال السيد الوالي للنقاط اللي كانت فيها الأشغال، وفي نفس الوقت داز لبعض النقاط الأخرى لكي يقلب اشنو كاين تما، واش كاين شي سكان ما كاينش، الديور ديالاش، يعني كيسول على مجموعه من الامور اللي صراحه كتبين انه مازال عمليه الهدم غتكون جايه في الطريق لبعض الامور، يعني اللي ما بقات صالحه لحتى شي حاجه. هنا كنهضروا على الاشغال ديال شارع محمد الخامس، دار واحد التشوير طرقي هنايا، دار تقيف هنا، السرعه محدده في 60 كيلومتر في الساعه، رايتها ما نشوفوا هنايا هاد الإشارة الضوئية تخدم إن شاء الله، يعني باش الأمور تمشي مزيان، لأنه دابا قف كاينة غير عند الناس اللي في شارع محمد الخامس، اللي في شارع مولاي علي الشريف الأمور عندهم عادية. فاللي كنبغي نأكد عليه هو ردوا البال، ردوا البال في الطريقة الإخوان، ريتاما تخدم الإشارات ديال المرور. اليوم كنهضروا على الاشغال ديال شارع محمد الخامس والوتيره كيفاش كانت، والزياره ديال السيد الوالي ومجموعه من المعطيات، لكن في نفس الوقت نناشد السيد الوالي والجهات المسؤوله على اساس انه الاسر اللي باقي ما تسواتش الملفات ديالها تقاد الملفات ديالها في اقرب وقت. علاش؟ كاينين اسر افراد جيش الودايه واللي راهم خارجين كاريين دابا كيتسناو تسويه الملف ديالهم باش يخرجوا من ديور الكرا. كاينين اسر في نفس الوقت كتشوفوا العمليه ديال جمع مخلفات، عمليه الهدم هنا في اليسر. كاين في نفس الوقت الناس اللي كانوا ساكنين في البراكه باقي ما داروش القرعه. وعلاش القرعه ما دارتش؟ هنا سؤال كبير، القرعه علاش ما دارتش وعلاش القرعه باقا واقفه؟ كاين الناس اللي خصهم يديروا القرعه ديالهم ما عندهمش، علاش مازال يتسناو؟ علاش غيبقاو يتسناو وكتوفر فيهم جميع الشروط؟ كنتمنوا من الناس ديال الاسكان يوجدوا البان ديال الناس اللي غيديروا المسائل ديالهم، وكنتمناو من الجهات المتداخله في الملف ديال القاطين يدور الصافي حيت لقوا الناس، لان راه شفنا ناس كاين اللي كرا شهرين وثلاث شهور وبغى يرجع لبلاصتو يسكن فيها، وهذا امر صراحه كيحز في النفس. هنا كتشوفوا معنا العمليه ديال الهدم والعمليه ديال جمع مخلفات، عمليه الهدم متواصله هنايا في تراب الملحقه الاداريه الثانيه في دوار بن المكي. هنا كنهضروا على العائلات ديال افراد جيش الودايه، مجموعه من العائلات، كنتمناو من الله ان هاد الملفات تسوى في القريب العاجل. الناس كينتظروا بفارغ الصبر تسويه الملفات ديالهم باش هكذا كلشي يكون مزيان، الناس يكون دخلوا للسكن ديالهم. والمشاريع الحمد لله راه كنشوفوا غادي بواحد الوتيره مزيانه، فتا الملف ديال القاطين يدور الصافي خاصو يستمر بنفس الطريقه باش بدا. الناس كتريب، كتسول الوضعيه الماليه ديالها قبل، كتدخل تسكن مباشرة. دابا الناس ريبات وخرجات تكري وكرات الشهر الأول والثاني وداخلة في الثالث، وكاين اللي كرا أكثر وباقي ما داروش القرعة ديالهم. فهنا تساؤل كبير، إلى متى؟ الله يرحم ليكم الوالدين، كنتمناو من الله أن هذا الملف ديال القاطين يدور الصفيح يتفعل، يتأكشف من جديد، لأنه راه واقف يتحرك من جديد. الحالات اللي باقين غي ياخذوا البنات ديالهم فاللي كنبغي ناكد عليه دائما هو انه مجموعه من النقاط شملات عمليه الهدم، والناس باقي ما داروش القرعه ليومنا هذا. الموسم الدراسي الجديد على الابواب والناس مازال كتسنى، انا كما كتشوفوا من بين الدواوير اللي شملات العمليه ديال الهدم، الناس كتسنى باش تاخذ البون ديالها هنا دوار جديد باش تسوي الوضعيه الماليه والقانونيه ديالها. فكنتمناو من الله الخير والتيسير، كنتمناو من الله ان الامور تمشي في المسار اللي كانت بدات فيه المره الاولى، هكذا غتكون الامور ناجحه 100%.
فهاد اللحظات خرجنا في الجنبات ديال شارع طارق بن زياد. فهاد اللحظات خرجنا في شارع طارق بن زياد، هو الاخر اللي فيه بعض النقاط اللي باقا كتشملها العملية ديال الهدم. فنتمنوا من الله ان الامور المتعلقة بالقرعة تفعل باش الامور تمشي على اكمل وجه. وصحاب الشكايات كنتمنوا من الله الملفات ديالهم حتى هما يتقادوا، لان ملي كنهضروا على صحاب الشكايات كنهضروا على اسر اللي الوريقات ديالهم مضبوطين، وقع لهم واحد الاغفال مع الدرك والاعداد والارقام كبيره، فالخطا وارد، لكن وجب تصحيح الخطا وتدارك الموقف، لان الناس مساكن راه ربما قدروا نقولوا دخلوا في الشهور ديال الكرا، وكاين اللي ما لاقيش شباب شي كري حاط حوايجو عند الناس. فنتمنوا من الله هاد الامور الاخوان تحل في القريب العاجل. نتمنوا من الله هاد المشكل يتحل في القريب العاجل باش الامور تكون مزيانه وتمشي على اكمل وجه ان شاء الله. من شارع طارق بن زياد غادي نغير المسار لطريق عين حلوف. الطريق هذه حتى هي ربما في مستقبل الايام غتعرف تغييرات، لانها مزاحمه وكيحطوا فيها السيارات، الناس الساكنه هنا السيارات ديالهم كاين لي واحد العرقاله كبيره هنايا. فنتمنوا من الله الطريق تيتشمل التوسعه والقضاء على كل ما هو عشوائي باش الامور تكون مزيانه. اللي كنبغيو ناكدوا عليه هو انه المشروع او المشاريع الخاصه بقاطني دور الصفيح اللي كتقاد في مدينه الصخيرات، فكنهضروا على مشروع ميموزا 800 شقه، البساتين 5300، الياسمين مع الرياحين 8000 شقه، الكرامه مع الفردوس 1 مع الفردوس 2 مع الكرامه 1 2 3 4 كنهضروا تقريبا على واحد 4000 او 5000 تقريبا. الا قلنا 5000 زائد 5300 ديال البساتين هي 10000، ولا زدنا 8000 ديال الرياحين مع الياسمين فكنهضروا على 18000 وما يزيد عليها، ولا زدنا الباقيه زائد المشروع ديال الريف فكنهضروا على ما يزيد على 20000. هاد 20000 كون قدر الله كان دايره كلها القرعه فما غيكونوش اشكالات الاخوان. فكنتمناو من الله ان المشاكل تحل في القريب العاجل، وراه باقي الخير، باقي الناس ماشي كاملين داروا القرعه، يديروا الناس القرعه وتستمر الامور باش يسول الوضعيه الماليه والقانونيه ديالهم، باش الناس اللي غتوجد راسها للمدرسه توجد راسها للموسم الدراسي الجديد وتعرف فين تقري وليداتها. ان شاء الله وليا في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد، ويدير الله الخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.